بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة مسؤولية وتصدي. لم تحضر السيدة أم البنين عليها السلام واقعة كربلاء، ولكنها واست أهل البيت عليهم السلام وضحت بأولادها الأربعة فداء للحسين عليه السلام ولأهدافه السامية. فلأم البنين، للسيدة أم البنين عليها السلام، دور كبير وجهاد، جهاد كبير، جهادها الإعلامي والتثقيفي ما بعد عاشوراء وما بعد واقعة كربلاء ووصول السبايا وأهل البيت عليهم السلام إلى المدينة المنورة. للحديث أكثر عن أم البنين عليها السلام وجهادها الإعلامي والتثقيفي بعد كربلاء، يسعدنا أن نستضيف معكم الدكتورة ليندا طبوش، ضيفتنا الدائمة في برنامجنا، أستاذة الفلسفة وعلم النفس. أهلا ومرحبا بكم دكتورة. أهلا بك يا عزيزتي مريم، بالسيدات والسادة المشاهدين. دكتورة، عنوان حلقتنا اليوم السيدة أم البنين عليها السلام وجهادها الإعلامي والتثقيفي بعد واقعة كربلاء. بداية دكتورة، لماذا لم تكن السيدة أم البنين عليها السلام حاضرة وموجودة في كربلاء، وخاصة قدمت وضحت بأولادها الأربعة فداء للحسين عليه السلام؟ بسم الله والحمد لله رب العالمين، وأزكى صلاة وأتم التسليم على حضرة رسول الله وآله الميامين. السيدة أم البنين سلام الله عليها، لا أريد أن أقول أنها لم تكن حاضرة في كربلاء، ربما لم تكن حاضرة، لم تكن كجسدياً، نعم، كروحي. نعم، السيدة أم البنين كانت حاضرة بروحها، بفكرها، بمواساتها، بشخصيتها، ولكن بطريقة غير مباشرة. كانت بكل هذه المعنويات الموجودة عند أبي عبد الله الحسين، موجودة عند أبناء أم البنين سلام الله عليها، أخوة العباس، العباس وأخوة العباس، كانت السيدة أم البنين حاضرة. فإن غابت جسدا فإن أم البنين حاضرة روحيا ومعنويا وفكريا وعقليا وعاطفيا وبكل المراحل. ولكن نعم، إذا ما أردنا أن نقارب الصورة بأن أم البنين لم تكن حاضرة كزينب بجسدها في كربلاء، هذا مرده إلى عدة أسباب. السبب الأول أن الإمام الحسين عليه السلام نقل النساء ونساءه وأبناءه معه إلى كربلاء، وترك بالمقابل السيدة فاطمة العليلة، فاطمة الصغرى، لأنه حتى السيدة أم البنين كانت ترعى أطفال الإمام العباس عليه السلام. هناك الكثير من الأمور التي لم يذكرها التاريخ. السيدة أم البنين كان لها دور في بقائها في المدينة، لم تكن السيدة أم البنين من دون عمل في المدينة، أو لا عمل لديها في تبليغي، خلينا نعبر، حتى تذهب إلى كربلاء. لا، الإمام الولي المعصوم، الإمام الولي أعطى تكليف لكل سيدة وكل رجل وكل شخص من الأشخاص المحيطين فيه، والسيدة أم البنين التزمت بأوامر وليها، ولي زمانها اللي هو الإمام الحسين عليه السلام. سيدة أم البنين، حتى أن التاريخ قد غيب سيدة أم البنين عن الكثير من المسرح التاريخي بمحطاته، حقيقة لخصوصية السيدة أم البنين ولعظمة السيدة أم البنين. بكل أسف لم يذكر ويذكر التاريخ
الدور الأبرز والدور العميق والدور التبليغي والدور الرسالي والدور الريادي والقيادي التي قامت فيه السيدة أم البنين بكربلاء. كل ما يذكره التاريخ أنه حين دخل بشر بن حزلم إلى المدينة وينعي الإمام الحسين وتلك الرواية التي نعرفها. ولكن هل تبحرنا وتفحصنا وتمحصنا سيرة وغصنا في سيرة السيدة أم البنين لنرى من هي تلك السيدة العظيمة التي اختارها حضرة المولى أمير المؤمنين حتى تكون زوجة له وأم لأبنائه، أم للعباس وأخوة العباس؟ مدى عظمة هذه الإنسانة؟ فإذا هذه السيدة المضحية التي يروى أنه في الزيارة لها زيارة خاصة من قبل المعصوم، سيدة أم البنين إلى زيارة خاصة من بزياراتنا التي نزورها في ذكرى شهادتها الثالث أو وفاتها أو شهادتها بالثالث عشر من شهر جمادة. فإذا السيدة أم البنين تلك السيدة العظيمة، تلك السيدة المعطاءة، تلك السيدة المضحية، حقيقة سيدة الإيثار والفداء. سيدة أم البنين بكل ما للكلمة من معنى سيدة الإيثار والفداء، سيدة الاحترام، سيدة القيم الإنسانية، سيدة العطاء بلا حدود، السيدة المضحية بكل شيء، والأكثر من ذلك السيدة المضحية من نفسها، السيدة المتواضعة، سيدة التواضع بامتياز. رأب سيدة أم البنين، إذا بدي أرجع قبل ما فوت على الإجابة لسؤالك لأنه ضروري جدا نعرف من هي السيدة أم البنين. سيدة أم البنين تلك السيدة التي رفضت وطلبت من أمير المؤمنين سلام الله عليها أن لا يناديها باسم فاطمة. احتراما لأبناء فاطمة، احتراما للسيدة الزهراء سلام الله عليها. شوفي بالمقلب الآخر ربت أبنائها على احترام الولي الإمام الحسن والحسين، ربت أبنائها عباس وأخوة العباس على احترام الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين الإمام الولي، الإمام الحسين الإمام المعصوم المفروض الطاعة. شوفي حتى بكربلاء الإمام العباس سلام الله عليه بآخر لحظات نادى أخي عباس، كان دائما ينادي سيدي ومولاي. كان الإمام سلام الله عليه بشيء يذكر والرواية جميلة جدا، كان إذا عطش الحسين كان العباس يذهب، أو عطشت زينب كان العباس يقوم يطلب بسرعة يقول له أمه أنا أشعر أنه حسن أو حسين أو زينب عطشانين، خاصة مع الحسين. طب إذا أشعر أنه الحسين عطشان بدي أخذ له كباية الماء، كان عمره 3 سنوات، كان طفل صغير يحمل الكوب الماء أو إناء الماء وهيك عم بيندلق شوي شوي على الأرض. شوفي تربية السيدة أم البنين. بينما نحن إذا بدنا نقارب سيدة أم البنين قدوة النساء، قدوة للنساء، خليني روح أقول النساء اللي هي بتجي أم ثانية على المنزل، اللي هي بتجي بعد مثلا الأم إذا توفت وأتت سيدة لتكون هي سيدة هذا المنزل مثلا، كيف بدها تتعامل مع أبناء زوجها؟ السيدة اللي بدها تكون عندها زواج وهي التي ستربي هؤلاء الأولاد، كان زوجها عنده أولاد مثلا، طيب أم متوفات، أم مثلا لا قدر الله أم مطلقة أو ما شابه. طيب نحن وين تربية سيدة أم البنين؟ عادي سيدة أم البنين هذه القدوة، هذه الأسوة التي يحتذى بها. طيب بدنا نجي نروح نشوف، غابت عن مسرح كربلاء، غابت بجسمها، غابت بوجودها، ولكن كانت حاضرة بتربية أبنائها، حاضرة بمواكبة الحسن والحسين، حاضرة بمواكبة الحسين بحد ذاته بتربية الحسين، حاضرة بأن تربية العباس مع الحسين والحسين مع العباس. أصلا سيدة أم البنين هي التي أكملت تربية الحسين سلام الله عليه، هي التي اعتنت، هي التي احتوت، هي التي جعلت من الحسين، كانت أم ثانية، نعم بكل ما للكلمة من معنى، أن حتى أن العباس عليه السلام والسيدة أم البنين كان لهما خصوصية عند الإمام المعصوم وأعطوهما زيارة خاصة بسيدة أم البنين. طيب لماذا بدنا نروح نشوف نحن فلسفة غياب السيدة أم البنين عن واقعة كربلاء؟
طبعا قلنا أدوار الإمام المعصوم، أعطى أدوار لكل من النساء والرجال. للسيدة أم البنين كان إلها دور، شو إلها دور السيدة أم البنين؟ كان إلها دور بحفظ هذا الإمام المعصوم الذي غاب، حفظ تراث الإمام المعصوم اللي غاب. هي بدها تكمل المسيرة، حفظ مهمة، أحسنت إلى مهمة، ومهمتها اللي هي إعلامية كانت من هناك، كانت تقوم بتجييش النساء وتجييش الرجال من بمقابلهم، يعني النساء بتروح بتخبر رجالها عن مظلومية الإمام الحسين، كانت عم بتعرفهم عن الإسلام والدفاع عن الإسلام المحمد القرآني الذي خرج لأجله الإمام الحسين. كانت السيدة أم البنين تقوم بمهمة المبلغة الرسالية، واستخدمت الإعلام وسيلة لإلها للدافع عن الدين الحق الذي خرج لأجله الإمام الحسين، يعني بالتالي عم بتدافع عن دين محمد، عم بتدافع عن دين زوجها حضرة أمير المؤمنين، عم بتدافع عن الولاية، ولاية علي، عم بتدافع عن هذا المسار. طيب شو كانت آلياتها؟ كانت آلياتها بالتوعية النساء، كانت مجالسها النسوية التي كانت تعقدها بالمدينة كانت خير دليل على ذلك، وبكل أسف التاريخ يغيب هذا الدور للسيدة أم البنين. النقطة الثانية كانت ترعى شؤون النساء والرجال، ترعى شؤون النساء والأطفال بغياب الرجال، ما رجال كثيرة ذهبت خلف الإمام الحسين، وكانت من الصحابة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، مين كان يهتم فيهم؟ مين كانت مرجعيتهم؟ من كان الذي يقوم مقام السيدة زينب بغياب زينب؟ وكانت السيدة أم البنين. يا عم انتبهوا، السيدة أم البنين كان لها دور في إكمال دور السيدة زينب، في خليني أعبر، كان بموازي الموازات التي كانت السيدة زينب بكربلاء والسيدة أم البنين بالمدينة، وكل هؤلاء الناس اللي كانوا يقولوا هذا الحسين قد خرج على إمام زمانه والعياذ بالله، ولعنة الله على معاوية ويزيد وأتباعهما. الإمام المعصوم الولي بده مين يكمل معه؟ بخلف كل رجل كانت، وبجانب كل رجل كانت امرأة. وعظمة هذه النساء، شوفي مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت حضرة خديجة، شوفي مع حضرة الإمام علي كانت سيدة زينب، كانت مع رسول الله بعد السيدة خديجة حضرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، حضرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، حتى أخذت لقب أم أبيها. شوفي هذه العظمة. طيب مع الإمام الحسين عليه السلام والعباس كان في عنا حضرة السيدة الزهراء سلام الله، السيدة زينب سلام الله عليها. فإذا السيدة أم البنين كان دور عظيم جدا بالمدينة، بدون غيابها عن، كان هذا جزء أساسي بغيابها عن كربلاء. اثنين، واللي هون بدنا نحن نسلط الضوء عليه، وتاريخيا كما قيل إن هي التي أقامت عزاء الإمام الحسين عليه السلام. نعم كانت تقيم المآتم، نعم والعزاء، أقامت العزاء مع السيدة زينب سلام الله عليها، تقيم حلقات علمية بحثية للنساء لتوعية النساء، لتفهيم النساء، لتعليم الأطفال. واقعة كربلاء كانت عم تعتني بواقعة كربلاء بعد كربلاء أيضا، وكانت هي التي تقيم عزاء الإمام الحسين عليه السلام مع حضرة زينب سلام الله عليها بعد واقعة كربلاء بالتحديد. وقبل واقعة كربلاء كانت توضح للناس سبب خروج الإمام الحسين، لأنه طبعا نحن بنعرف تاريخيا صارت الرسائل ترجع وتنقال أنه الإمام هيدا الإمام الحسين خرج على إمام زمان وهذا إمام والعياذ بالله كذا وكذا وكذا. كانت توضح هذا الزيف السيدة أم البنين. كانت السيدة أم البنين عليه السلام من خلال المجالس النسائية، هؤلاء النساء تروح حضرت هذا المجلس النسائي، تروح تبلغ، أصبحت أم البنين تجيش النساء عاطفيا وعلميا وفكريا، وهيدا النساء تروح تنقلب عرجيلة تقلن اخرجوا لنصرة ابن بنت رسول الله، تقلن لنساء لرجالهم لما بكم ما لكم من القعود، الرجل لا يجلس، الرجل لا يقعد، اذهبوا وانصروا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. دكتورة، ما هي الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة أم البنين عليها السلام؟ يا الله، الصفات كثيرة وكثيرة، وحقيقة
إذا ما أردنا أن نتكلم عن حضرة السيدة أم البنين يحتاج هذا لحلقات كثيرة، ودائما أقول بيوم شهادة السيدة أم البنين عليها السلام أو بأوقات كربلاء، وخاصة بأيام شهادة حضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وشهادة العباس ووقت دفن الرؤوس وغيرها. السيدة أم البنين تلك السيدة المعطاء العظيمة، يمكن إذا أحلى صفة من وجهة نظري طبعا بدي أقول سيدة الإيثار، السيدة المربية. السيدة أم البنين كانت مربية بكل ما للكلمة من معنى، لم تكن امرأة عادية. لأنها لم تكن امرأة عادية كان لها ما كان في محضر حضرة الأمير عليه السلام، في قلب حضرة الأمير عليه السلام، وكان لها القدر والمكانة العالية في قلب زينب والحسين والإمام الحسن عليهم السلام أجمعين. نطلع أكثر عند السيدة الزهراء عليها السلام، تنشوف أنه تكريما للإمام العباس، تكريما لأم البنين، الزهراء يوم القيامة تحمل كفي أبي الفضل وتكرم العباس عليه السلام، جبولي العباس عليه السلام، تحمل قميص الحسين وكفي العباس عليه السلام. فإذا شوفي عظمة أم البنين أكثر بتربيتها، تجلت بتربية الحسن والحسين وزينب وتربية أبنائها، أم مربية بكل ما للكلمة من معنى. بدي أطلع شوي لأعطي عظمة أخرى لأم البنين، خليني أعبر عن أم البنين ويعني أتسامح بالتعبير بعد إذن مولاي صاحب العصر والزمان، خليني أعبر عن السيدة أم البنين المرأة الإلهية بامتياز. شو يعني المرأة الإلهية؟ شو يعني المرأة الولائية؟ المرأة الإلهية التي تجلت فيها صفات الإله وجسدت هذه الصفات الإلهية بسلوكة الفعل العملي ببيت الزوجة وما قبل بيت الزوجة. خلينا نرجع لصفات السيدة أم البنين قبل دخولها إلى بيت الزوجة مع الأمير. تربية عائلة أم البنين، تربية أم البنين وأخوال العباس عليه السلام، يعني أخوات أم البنين. الإمام علي سلام الله عليه حين أراد أن يتزوج بعد السيدة الزهراء عليها السلام قال آتيني، قال له لخيه معروف خيه عقيل بي يعني من الأشخاص الذين يعرفون بالأنساب العرب بيشتغلوا، قال لهم بدي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، حتى ليه؟ لأنه لتكون ولاده يكونوا لواقعة كربلاء. فكانت اختياره لأم البنين. شوف تاريخ أم البنين، العلم، الفهم، المعرفة، الحياة، الشجاعة، كل هذا. فإذا السيدة أم البنين بهيك من قلبي بحب عبر عنها المرأة الإلهية والقائدة الإلهية الحكيمة، الحكيمة الإلهية العظيمة. كل مشروع الله فهمته السيدة أم البنين، ربت ولادها، كملت المشروع لوصلت لأن سيدة الصبر. استشهدوا أبناء ما سألت عنهم، سألت عن الولاية، هيدا دليل قيادة إلهية. أداء التكليف، أداء التكليف كان أصلا مهمة السيدة أم البنين إلا تكليفها. نعم. إلا ولية إمام زمانها، ولي عصرها، إمام عصرها اللي هو الإمام الحسين. لما استشهد الحسين انتقلت إلى الولي الإمام زين العابدين سلام الله عليهم. من بعد إذنكم دكتورة سوف نأخذ فاصل صغير. تفضل. أعزائي المشاهدين فاصل صغير ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مجددا. أهلا ومرحبا بكم دكتورة مجددا. أهلا بك عزيزتي مريم. دكتورة قبل الفاصل كنا نتحدث عن السيدة أم البنين عليها السلام وجهادها الإعلامي والتثقيفي بعد كربلاء، تحدثنا عن صفات
السيدة أم البنين عليها السلام. دكتورة، ما هو دور السيدة أم البنين في تثقيف النساء بعد واقعة كربلاء وبعد وصول سيدة زينب عليها السلام والنساء والأطفال إلى المدينة المنورة، أو ما يسمى، ما هو دورها العلمي والعملي في المدينة؟ بسم الله مجددا، وتحية لك وللسيدات والسادة المشاهدين. السيدة أم البنين أعطيناها هذا الصفة واللقب، القائدة الإلهية، القائدة التي تعرف المشروع الإلهي بصفاتها العملية التي كانت تقوم بها. كانت السيدة أم البنين عليها السلام لها من الصفات الراقية والرائعة جدا، وهذه الصفات التي تربت عليها في منزلها طبعا، وأخذت العلم وكل علومها من حضرة المولى أمير المؤمنين. فإذا تربت سيدة أم البنين سلام الله عليها عند المعلم الأول وعند المرشد الأول، المرشد وعند الولي وعند القائد الإيماني العظيم، فسيدة أم البنين ستتمتع وستتحلى بهذه الصفات. نعم، السيدة أم البنين كانت لها القابلية لكي تتعلم، وهذه القابلية الموجودة عند السيدة أم البنين التي كانت منذ طفولتها وفي شبابها مع عائلتها وعند أهلها، جاءت إلى بيت حضرة المولى علي، كانت تلميذة علي. وكم هو جميل حقيقة هون أن تكون الزوجة هيك، تخيلي معي وسيدات الزوجات تخيلوا معي أنه تكون الزوجة تلميذة زوجها. يا الله ما أروع هذا المشهد، يا الله ما أروع هذا التواضع، يا الله ما أروع الزوج هو أستاذي، يعني زوجي أستاذي. يا حقيقة هيك، في ليس فقط الشعور العاطفي والشعور إذا بدك القلبي، لا، حتى على الصعيد المعنوي والصعيد الإنساني، إنه الزوج بيعرف كيف بده يدرس زوجته، يعني عم بيدرسها بإخلاص أكثر، لأن هيدي بالتالي زوجتي رح تربي لي ولادي، يعني أنا ربيتها لزوجتي أو علمتها، خليني أقول علمتها لزوجتي، يعني بالتالي هي رح تعلم الأبناء، يعني صارت هي المعلمة، هي القدوة. فكيف إذا كانت عندها قابلية، كيف إذا كانت هي أيضا معلمة، كيف إذا كانت السيدة أو زوجتي هي عالمة. فشوفي الإمام علي عليه السلام كان يعلم السيدة أم البنين، والسيدة أم البنين عكست هذه التربية وهذا العلم على أبنائها. لأجل ذلك بالقول الأول قال إني أريد امرأة أو زوجة ولدتها فحولة العرب وعندها هيدي القابليات. طيب بالأنسب نجي من رائب السيدة أم البنين، الدور الذي لعبته، الدور الذي قامت به، لولا هذه القابلية، لولا هذه الاحتواء العلمي اللي كان موجود عندها، لولا هذا الوعاء العلم اللي كان عند السيدة أم البنين، الوعاء الذي تحتاجه وقامت بملئه أكثر فأكثر من علم حضرة المولى علي عليه السلام. وأصلا ما بدنا ننسى هي كانت عند ثلاثة من المعصومين، يعني ربيت وتربوا ولادها بثلاثة من المعصومين، عندنا حضرة الأمير سلام الله عليه الحسن والحسين، والحسن والحسين اللذان قال عنهم حضرة رسول الله إمامان قاما أو قعدة، أحسنت قاما أو قعدة. فإذا هي تربت ببيت معصوم، يعني فإذا أخذت هذا العلم مباشرة من المعصوم، يعني تربت بالعلم الإلهي، تربت مباشرة من الله عز وجل، وكانت هذه القابليات موجودة عندها لأغدقت، لأنه كل إناء بما فيه ينضح. والعلم الموجود عند سيدة أم البنين شفناه ثمرته بالعباس وأخوة العباس، ثمرته بحب العباس وأخوة العباس للولي الإمام، للإمام الحسين، بثمرته أيضا كان بالعطاءات اللي كانت لزينب وأخوة زينب والنساء اللي موجودين بكربلة. طيب هذه الصفات كلها والقابلية اللي كانت موجودة عند السيدة أم البنين حين تجلت وتجلى هذا العلم، علم أمير المؤمنين، علم الولي، علم الزوج الولي. وهون التفاتي حلوة جدا سيداتي الحبيبات، خاصة إذا كان زوجك مثلا شيخ، دكتور، عالم، محقق، مدقق،
سمي ما شئتي سواء بالعلوم الإلهية أو العلوم العصرية، حاولي ما ليس انتقاصا من شأنك ولا انتقاصا من علمك ولا انتقاصا من كرامتك، اطلبي من زوجك أن يعلمك هذه العلوم التي هي عنده، سواء كانت العلوم الدينية والإسلامية خلينا نعبر عنها أو الأكاديمية، مهندس، دكتور، طبيب، أي علم من العلوم. ليه؟ ليس فقط من الجانب المعنوي، إنما من الجانب المعنوي لإلك ولأبنائك، لأنه لما الولد يشوف البابا عم بيدرس ماما يعني هيدا شيء كتير له فائدة على الطفل، يتربى الطفل على القاعدة الإيمانية اللي بتقول نحن خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا، هذه طبعا مضامين الآيات المباركات. طيب تعارفوا، تدارسوا العلم، تعارفوا بالعلم. أنا لما يكون ابني موجود عم يسمع بابا عم بدرسني، هون يي بابا عم بدرس ماما وأنا كمان بدي درس إخواتي، في تعاون بيصير. اثنين، جميل جدا انك تكوني انت تعطي الاحترام للزوج، انا عم بشعر معك بعلمك، فاذا لما انت عم تشعري معه بعلمه خاصة اذا كان استاذ شرحيها يضل عنه. نعم، يعني انت عم بتساعديه لتشعري معه اذا كان هو بالجامعة او بالحوزة او بالمكان عمله او بالمدرسة بالمكان اللي هو عم يدرس، او اذا كان بعيادته كطبيب انت عم تقولي له تعلمني انت اللي علم، كأنك عم بتقولي له انه انا كمان بتخصصك انا اشاركك بتخصصك. طيب هون لفتة حلوة، الزوج كمان إذا كان عنده زوجته متعلمة فاهمة معلمة واعية يتدارسا العلم على قاعدة تدارس العلم، أمر إلهي الله تبارك وتعالى طلب مننا نتدارس العلم، فكيف إذا كنتوا قاعدين مع بعض؟ وطبعا بتكون هيدي القعدة الحلوة بعد الدرس، شكرا أنت تعلمت منك علمتني أنت. في التفاتة تالتة بدي نبه عليها، من مدرسة أم البنين وعلم أم البنين وصفات أم البنين اللي نحن بدنا تلمذ عليها. واحدة من الأمور الحلوة أنه نحن بين الصلاة، وأنا دايما بشدد على صلاة الزوجين، صلاة الجماعة، بين الصلاتين أنتوا خلي يكون في عندكم 5 دقائق، إما لتدارس علم قرآني أو مفاهيم أو سيرة، خاصة 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 إذا كان زوجك عالم من العلماء، إذا كان زوجك طبيب، إذا كان زوجك مثلا شيخ، شيخ سيد ما بعرف يعني عنده العلوم الدينية، وإنت ما عندك التحصيل العلمي، ما عندك التحصيل العلمي الحوزوي مثلا أو التحصيل العلمي الديني، خلينا نروح نقول بالمفاهيم الدينية، خلي زوجك يعلمك، بالعكس وافتخري وقولي أمام الجميع أنه أنا أتتلمذ بموضوع السيرة أو موضوع الفقه أو موضوع الرياضة، يمكن يكون زوجك رياضي، مش غلط أنت قلي له تعدربني بالرياضة اللي أنت بتعرفها، خليني اتدرب أنا عندك، ليه لروح على النادي؟ أولا بتوفري مصاري، وتانيا بلا ما تروحي على الأندية النسائية ويكون في، كنا عم نحكي بحلقة من الحلقات أنه المجالس النسائية أو الأماكن النسائية أحيانا تبتعد عن الحشمة والحياء، لا أنا ببيتي ومين زوجي يكون المدرب الرياضي لإلي، ياي كتير جميل هذا الموقف، زوجي أستاذي الحوزوي رائع جدا، منية المريد مثلا، رسالة الحقوق، الصحيفة السجادية، زوجي بيعرفون خليني يدرسني، أنا بعرفون خليني بين الصلاتين 10 دقائق نتدارس العلم أنا وزوجي. هذا تربية للأبناء، أنا الأولاد، ودايما بركز على هيدي النقطة، الأولاد يتعلمون عندهم بالبيت دورة مجانية بالتنمية المجتمعية أو التنمية البشرية أو فن إدارة الحياة من أم وبين، تعامل الزوج والزوجة، الولاد عم بيشوفوا أم وبين، تلقائيا صار في عندي فن إدارة الحياة وفن إدارة شؤون الأسرة من الأم والبي، ما في داعي لا يجوا لعندي على المركز أو يستمعوا أو يروحوا على الدورات حتى هن يدفعوا مصاري تا يتعلموا كيف بدهم يكونوا زوج وزوجة، الأم والأب بيعلموا هذه التربية. من هون سيدة أم البنين كان دور إعلامي رائع جدا، تبليغي، استخدمت وسيلة الإعلام اللي هي تدريب النساء، توعية النساء، اشتغلت سيدة أم البنين عليها السلام على موضوع مهم جدا ألا وهو الإعلام الجاذب،
عملت، كان عندها القوة الناعمة، خلينا نعبر عنها القوة الإعلامية الناعمة بطريقة غير مباشرة. كانت تنوع بالأحاديث النسوية، كانت تجذب بالأحاديث النسوية تعلم هؤلاء النساء، كانت بنفس الوقت عندها السهولة في التواصل مع النساء. سيدة أم البنين ذات مرة قرأت أنه سيدة أم البنين إذا في سيدة لم تأتي إلى مجلس الدرس أو تأتي إلى المجلس القرآني أو الجلسات، خاصة بعد واقعة كربلاء، كانت السيدة أم البنين تذهب إليها وتتفقدها وتقلها لماذا لم تأتي اليوم، وترسل السيدات رفيقاتها تيخبروها شو صار اليوم بالمجلس النسائي. سيدة أم البنين كانت قوة وقائدة بحد ذاتها، هي لوحدها بالتبليغ، بالإعلام، بالعلاقات الإعلامية، بالعلاقات الاجتماعية. سيدة أم البنين الجميع كان يحبها، الجميع كان يعني هيك كيف بنقول في سيدة محبوبة الكل بحبها. هلأ بمجتمعاتنا يمكن أستاذة جامعية، يمكن خطيبة منبرية، يمكن إعلامية، أنه نحن مننطر والله فلانة تطلع بدنا نسمعها، بنحب نسمع، بنحب نتصور معها بكتير من الأماكن، مثلا أنه يي والله التقينا صدفة بإكس من الناس بدي أتصور معه، أوكي؟ سيدة أم البنين كانت عملتهم كلهم هول، كلهم بيحبوا سيدة أم البنين، كلهم بدهم يجوا لعندها. الحب وحبين كان عندها للسيدة أم البنين، أولا لأن هي سيدة أم البنين، تلك السيدة الخلوقة العظيمة، تلك السيدة التي طبقت تعاليم أهل البيت عليهم السلام، طبقت ما تعلمته من حضرة أمير المؤمنين، واثنان لأنها هي زوجة الولي المعصوم الإمام، التي بالتالي من خلالها، من خلال السيدة، هي وسيلة الله، هي باب نجاة الأمة، هي قاضية الحوائج كما يعبر أئمتنا عليهم السلام، هي باب الحوائج، قاضية الحوائج. أنت بس تقولي بدي أعمل نذر لأم البنين، بدي أعمل سفرة أم البنين، يعني لو طعام بسيط على حب أم البنين، أنا بدي سبح وأهدي التسبيح للسيدة أم البنين. شوف سيدة أم البنين كريمة، سيدة أم البنين سلام الله عليها لا ترد أحد، فكيف إذا أقسمت عليها بالحسن، بالحسين، بزينب، أقسمت عليها بعباس؟ فسيدة أم البنين فإذا كانت سهولة التواصل، كانت تشتغل مع الناس بالسهل الممتنع، كانت سيدة أم البنين ما تروح بالتكبر، لا بالعكس كانت تتواضع للجميع. هذه الصفات جعلت من السيدة أم البنين تبلغ بشكل أسرع، تنشر الوعي والمعرفة وتصحيح مسار الدين بشكل أسرع، ساهمت بأنه توصل السيدة زينب على المدينة، بس السيدة أم البنين مهيئت لها الأرضية، مهيئت لها المجتمع. سيدة أم البنين لعبت دور فاعل ومؤثر في تهيئة مجتمع المدينة باستقبال السيدة زينب عليها السلام. جعلت السيدة أم البنين بتواصلها مع الناس اخترقت جدار أبنية بنو أمية، حتى اللي بالمدينة، حتى الجواسيس والدسائس اللي كانت عم بتكون. سيدة أم البنين لعبت دور كتير عظيم، ولكن بكل أسف بنرجع بنقول التاريخ عم بغيب تلك السيدات العظيمات. فإذا أم البنين عليها السلام كانت القدوة والأسوة، وكانت السيدة الفاعلة المتفاعلة في مجتمعها، والتي تؤثر، لا تتأثر بل على العكس كانت القوة التغييرية. من نحن القوة التغييرية، سيدة أم البنين كانت القوة التغييرية، كانت المجاهدة، كانت القائدة والجندية تحت إمرة الإمام الولي المعصوم، تحت إمرة السيدة زينب سلام الله عليها، ولكن كانت هي عم بتأدي الدور في المدينة، عم بتقلها لحضرة العقيلة زينب أنا جهزت لك، عندي قوة متينة، عندك تحت لوائك افعلي ما شئتي. وهذا دور ما نستهين فيه، بالمناسبة دور عظيم جدا. نحن نقول أنه دور الاستعداد بدور دولة حضرة صاحب العصر والزمان تحتاج إلى القادة، تحتاج إلى الممهدين. نحن الآن بدولة بدور الاستعداد للظهور المقدس، بحالة الاستعداد للظهور المقدس، أنا كم أؤهل نفسي، كم أجهز بيتي. فلأجل ذلك السيدة أم البنين عليها السلام كانت القائدة المعطاءة، القوة الخارقة، القوة التغييرية بالمجتمع، بيّنت
زيف بنو أمية، كانت على الصعيد الآخر تلقت كل علومها من حضرة المولى أمير المؤمنين، فكانت تقدم هذه العلوم وكأنه علي بن أبي طالب موجود. يعني بدي أقول بعبارة أخرى أنه المرأة تستطيع أن تكون تحل مكان زوجها أينما يجب أن تكون، بغياب الزوج ستكون. يجب أن تكون ويجب أن تكون. لا تجي تقولي لي ما زوجي قائد جهادي أنا شو دخلني، لا، ما زوجة القائد قائدي أيضا، زوجة الشيخ شيخة، زوجة السيد سيدة، زوجة الدكتور دكتورة، بس أنت عرفي كيف تكونين ومتى وكيف تكونين هذه القائدة وهذه السيدة، وخاصة خاصة في تربية أبنائك ليكونوا لحضرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشيخ. شكرا جزيلا دكتورة وأحسنتم. شكرا لكم عزيزتي وللسيدات والسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، نلقاكم بخير وعافية في حلقات جديدة.